في منطقة الباسيلا وأهل الباسيلا الذين كانوا رؤساء من جهة الحكومة. نحن في شكر ودعاء لهم لأنهم فكروا وبدأوا هذه الأمل الخير في هذه المنطقة الإسلامية وحاولوا بذلك. نحن في شكر ودعاء لهم. وأيضا نحن في شكر المسلمين الذين جاءوا وحملوا هذه الأمل وساعدنا بجهودهم ومحاولتهم. نسأل الله أن يجعله من أهل الجنة. اللهم اجعل هذه الأمل كلها في ميزان الحسنات. هذه مدرسة نسأل الله أن يكون لنا خيرا في الدنيا والآخرة. ومنهم هذه المدرسة نحن نشكر المحسن الفاضل الكريم أبو معاذ. نحن نسأل الله أن يكثر أمثاله. وكذلك أبو سعود نسأل الله أن يساعدهم في كل أمورهم. هم الذين بذلوا جهودهم في أفريقيا لا سيما في بنين وتوغو. نسأل الله أن يفتحهم أبواب الخيرات في الدنيا والآخرة. وندعو أيضا بإمام والملك ومن معهم اللهم يساعدهم في مجاولاتهم بأمر القرية وبأمر الإسلام. اللهم يبارك في جهودهم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيهم. ولنا الكلمة لأن أساتذتنا جالسون الذين خرجوا من باسيلا هنا وفي غانا وفي كوتونو. نحن نشكركم شكرا جزيلا وفي كرة مجاورة. اللهم يرجعون عند أهلهم بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. التكبير. تو الفا عندي ما هو عندي شيء مو اتمني إجاني أتابع نعطو اللي هو أنا دوا بطلنا جنا سلامنا وبوينا ما دا لا بعير بارينا كا إنا